بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا معايا سنه ثانيه. احنا النهارده بنكمل مع بعض الجلاندز او اكسسوري جلاندز اسوشيتد وذ ميل جينيتال سيستم. هما مجموعه من الجلاندز بتطلع سكريشن. هنعرف كل جلاند بتطلع سكريشن ايه وفايدتها السكريشن دي. بنبتدي بحاجه اسمها سيمينال فيزيكلز، يليها بروستاتيك جلاندز او البروستات جلاند، ويليها لتري جلاندز او جلاندز اوف لتري، واخر جلاند بالبو يوريثرال جلاند. تعالى الاول واحد اللي احنا بنسميها جلاند عندنا اللي هي سيمينال فيزيكل. يبقى اول جلاند عندي اسمها سيمينال فيزيكل. انا عندي ادي اليورينال بلادر اهي، وادي بدايه اليوريثرا خارجه بالشكل ده، جاي الفاز اهو يفتح على اليوريثرا ديت، بيعمل انتفاخ كده، الفاز بيعمل انتفاخ يروح صابر في اليوريثرا، يبقى ده الفاز، ودي بسميها امبولا اوف فاز. طلب سيمينال فيزيكال بتفتح هنا، فببص الاقي تيجي جلاند كده تيوبولار اهي كويت سيمبل بضغط واحد، دي اللي هي سيمينال فيزيكال جلاند. يبقى السيمينال فيزيكال جلاند فاتحه فين؟ في الامبولا اوف ذا فاز ديفرنس. فاتحه فين؟ في الامبولا اوف ذا فاز ديفرنس. ايه مواصفاتها؟ هي هايلي كويت متلولوه تيوبولار انبوبيه ولها ضغط واحده سيمبل، يبقى هي سيمبل كويلد جلاند، وهي ايه؟ تيوبولار سيمبل كويلد تيوبولار جلاند. فاتحه فين؟ في الامبول. هاخد فيها تي اس في الجلاند دي وابص اشوف اللايننج الميسيليم بتاعها ايه. يبقى هنا هاخد تي اس منها، هلاقي ادي البيزال لامينا، انا خارج من الفيزيكال او هنا جاي الفاز بسودو ستراتيفايد كولامينا وستيروسيليا، فبلاقي هنا سودو ستراتيفايد كولامينا واسكت، سودو ستراتيفايد كولامينر واسكت، يعني ما فيهاش السيلوسيلا. ما فيهاش السيلوسيلا. طب وظيفتها ايه؟ سكريتوري، بتعمل سكريشن. يبقى اقول هنا عليها سودو ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد كولامينر سكريتوري، بتطلع سكريشن. ده ليبيسيليم. تحت ليبيسيليم متعودين فيه ايه؟ لامينا بروبريا. ادي اللامينا بروبريا كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز، وفيها شويه بلاد كابيلاريز راح تصب فيها. طيب الجلاند دي لازم حاجه تعمل لها كونتراكشن عشان تطلع السكريشن، فلقينا في سموس ماسل انر سيركولار واوتر لونجيتودينال. انر سيركولار، انر سيركولار، انر سيركولار، واوتر لونجيتودينال، واوتر لونجيتودينال، انر سيركولار واوتر لونجيتودينال. يبقى هنا كانت السولو ستراتيفايد كولامينر، وهنا دي اللامينا بروبريا، دي كلها على بعضها بسميها ميكوزا، والماسكولوزا انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال، ده اللي هي الماسكولوزا عندي لها. بعد كده بلاقي شويه كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز اللي هي الادفنتيشيا موجوده عندي بالشكل ده، وفيها بلاد كابيلاريز، يبقى هنا دي على بعضها بسميها ادفنتيشيا. يبقى دي اللايرز بتاعت اللايرز بتاعت السيمينال فيزيكلز اللي هي فاتحه في الامبولا او ذا فاز اللي هي انبوبيه ملولوه وليها ضغط واحده، فبقول عليها سيمبل كويلد تيوبولار جلاند. ايه وظيفتها؟ هي بتطلع سيمينال فلويد، سكريشن سيمينال فلويد. 60% من السيمينال فلويد، لان السيمينال فلويد يعني السبيرم طلع بس في سائل حواليه، السائل اللي حواليه ده بسميه السيمينال فلويد. 60% من السائل طالع من الجلاند دي. ريتش ان فراكتوز، حتى في حاجه اسمها فراكتوز تيست في التحليل بتاع السيمن، فاسمه فراكتوز. ده بيمد السبيرم بالانرجي، بيديله الطاقه عشان الانرجي يتحرك، بتطلع شويه امينو اسيد بروستاجلاندينز. لكن مين للفراكتوز؟
وده لو مفيش فراكتوز مفيش موتاليتي اوف ذا سبيرم، فالسبيرم ديد وموت، ويبقى الموتايل الانساني صعب بالانفيرتيليتي. ده تحليل مهم جدا اسمه لما يجي تعمل تحليل سائل منوي، السائل المنوي لقينا السبيرم فيها كلها ميته والشكل بتاعها معقول ما فيش ابنورماليتيز فيها، فبنقول اعمل تحليل الفراكتوز تيست. ليه؟ علشان اشوف هل في فراكتوز بيطلع من السيمينال فيزيكلز او لا. لو بيطلع فراكتوز بقول فراكتوز بوزيتيف، ما فيش فراكتوز بقول له فراكتوز نيجاتيف، يبقى هو ده الفانكشن بتاعت السيمينال فيزيكل. طيب تاني جلاند اللي هي البروستات. البروستات موجوده فين؟ ادي هنا السيمينال يورينال بلادر، وادي اليوريثرا على طول تحت اليورينال بلادر، هنا موجوده البروستات هنا في الحته دي. دي البروستات. البروستات او بنسميها بروستاتيك جلاند، تمام؟ هي موجوده بنقول عليها ذا لارجست جلاند في الميل جينيتال سيستم، اكبر جلاند في الميل جينيتال سيستم. وهي ايه؟ كومباوند تيوبرو الفيولار جلاند. كومباوند تيوبرو الفيولار جلاند يعني بنلاقيها جلاندز كده الفيولار ولها تيوبلو، تمام، وواحده ثانيه كده، وكل دول رايحين يفتحوا في ضغط. الضغط دي برانشيد، فبنقول عليها كومباوند برانشيد تيوبرو او كومباوند تيوبرو كومباوند لا نوت برانشيد لا سوري مش برانشيد. ادي هنا الجلاند بالشكل ده، وبتفتح على الضغط. الضغط دي هي البرانشز اللي بنقول عليها كومباوند تيوبيلو الفيولر، يبقى هي كومباوند تيوبيلو الفيولر جلاند. موجوده فين؟ تحت اليورينري بلادر على طول، او النك بتاعت اليورينري بلادر موجوده عندنا. الجلاند ديت لها كبسول ولها ترابيكولي ولها ريتيكولار فورميشن اللي احنا بنسميها ستروما، ولكن لها قلب اسمه بارينكيما اللي هو دي اكسوكراين جلاند، فلها جزء سكريتوري وكوندكتنج بارت، تمام. يبقى احنا عندي هنا في البروستاتيك جلاند فيها جلاندز. تعال نشوف الجزء بتاع البروستات ازاي. فهاخد قطاع في البروستات بالشكل ده، في النص هنا بلاقي فيه فتحه بتاعت اليوريثرا اهي اهي، اللي بيمر فيها اليورين ويمر فيها السبيرم، فبلاقي هنا الفتحة دي بسميها بروستاتيك يوريثرا، واخدناها هناك في اليوريثرا في الميل بار. بروستاتيك يوريثرا. مين الشوت الاورينال لايننج الليسير بتاعها ايه؟ برافو، ترانزيشنال ليبيثيليوم. ترانزيشنال ليبيثيليوم، يبقى هنا موجود بروستاتيك يوريثرا وفيها ترانزيشنال ليبيثيليوم. فين بقى اللي هيطلع السكريشن؟ فين الجلاندز اللي انت بتقول عليها اللي هي كومباوند تيوبولار جلاند؟ قال لك هتبتدي القصه ازاي؟ هنلاقي الجلاندز جنب الايبيثيليوم ده صغيره ومقفول اليومن بتاعها. يبقى التبيولز دي صغيره ومقفوله. تبتدي توسع شويه وهي خارجه لبره، وتكتر في النمبر وتوسع اكتر وتبقى في النمبر بالشكل ده. هي ديت الكبيره بره دي هي جلاند. ده دي جلاند ودي جلاند ودي جلاند، بس المراحل بتاعتها هي دي. طب في المراحل ديت ماذا قال لك يحدث؟ قال لك اللي قريبه من الايبيثيليوم ده هسميها ميكوزال جلاند، اللي قريبه من البروستاتيك يوريثرا اسمها الميكوزال جلاند. طيب اللي يليها مين دول؟ اللي هم الصغيرين دول او متوسط الحجم اقل او في الميدل هسميها سب ميكوزال جلاند. طب والكبيره بره ديت والبريفري هسميها مين جلاند. يبقى في اليوريثرا في ثلاثة جلاندز قاعدين بالترتيب من ناحية اليوريثرا، يا إما قريبة للبروستاتيك يوريثرا بسميها ميكوزال، في النص بسميها سب ميكوزال المين جلاندز. لو شفنا البرسنتج بتاعها هنلاقيها هنا 25%، هنلاقي هنا 10%، 25 و10 35، الباقي 65% موجودين عندي هنا في المين جلاند. اللايننج بي سي ام هنا سيمبل سكويماس، سيمبل كيوبويدال، سيمبل كولامينر، اللي هي هيبقى سودو ستراتيفايد كولامينر ايبيثيليوم بعد كده. يبقى هو ده الجلاندز. طب والضغطز بتاعتها كله بيصب هنا، البعيده دي تروح جايبه ضغط هنا كده، ودي تروح عامله ضغط كده، ودي تروح عامله ضغط هنا، فده كل الاحمر ده هي الضغطز بتاعت المين؟ البروستاتيك جلاند. يبقى الجلاندز بتاعت البروستات
او السكريتوري بارت بتاع البروستات هو عباره عن كومباوند تيوبولو الفيرال جلاندز قاعدين بالترتيب ميكوزال سب ميكوزال اند مين جلاندز. والبروستات شفنا موقعها بالنسبه للورينال بلادر تحت الورينال بلادر على طول والنيك بتاعت الورينال بلادر. طيب الكوندكتنج بارت هي انابيب برانش الدكتس بتفتح في البروستاتيك يوريثرا. ايه الفايده بتاعه البروستات؟ انا قلت هناك السبيرم طالع وهيطلع عليه السيمينال فلويد، 60% من السيمينال فلويد كان طالع من السيمينال فيزيكال. طيب هنا بيطلع فلويد بسميه بروستاتيك فلويد حوالي 30%، حوالي 30%، يبقى عندي 60 و30 10% 40 سوري 60 و30 90 بقى 10، ال 10 في بقيه الجلاندز، لكن هنا بيطلع لي 30% من السكريشن من السيمينال فلويد. ايه وظيفته؟ انا عرفت في السيمينال فيزيكال هو في فراكتوز بيعمل تنشيط للسبير، قال لك هنا بيطلع افرازات الكالاين انسكريشن، الكالاين انسكريشن، الكالاين وميلكي وفيزيكاس. الكالاين ليه؟ قال لك الفاجينا اسيدك، الفاجينا اسيدك، ميديا اسيدك عشان تعمل بروتكشن للفاجينا. لو السبرم لقى نفسه نط في بحر من الاسيدك هيموت، فالله سبحانه وتعالى نزل معاه الالكالاين سكريشن عشان يعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي اوف ذا فاجينا عشان يدي ميديا كويسه للحركه بتاعت السبرم. يبقى هو بيعمل نيوتراليزيشن للفاجينال اسيديتي علشان يحرك السبرم يلاقي ميديا كويسه. برضه يحتوي على شويه غذاء للسبيرم، شويه سيتريك اسيد، شويه اسيد فوسفاتيز، وحاجات هتساعد على ان السبيرم يعمل بيرفوريشن للاوفم بنسميها فايبرينو لايسين فاكتور، فايبرينو لايسين فاكتور. يبقى مين لي الكالاين سكريشن ده اللي هي البروستا. اخر تو جلاندز صغيرين واحده اسمها التري جلاندز دي along the length of the corpus spongiosum يعني along the penis بلاقي مجموعه من جلاندز compound tubular alveolar glands بتساعد او بتطلع physical secretion اثناء السكشوال stimulation عشان يساعد على lubrication في عمليه الانتركورس. بلبو يوريثرا جلاند كذلك بنلاقيها بتطلع ميوكس بيساعد على جلاند اليوريثرا، وموجوده برضو بتفتح في اللينس في البينس للايه برضه بتطلع فيزيكال سيكريشن. لكن اهم جلاندز الاثنين اللي احنا عاملينهم السيمينال فيزيكال والبروستاتيك جلاندز. تعالى اخر حاجه في الميل جينيتال سيستم اللي هو البينس. البينس ده اللي هو العضو الذكري الخارجي، ده بنلاقيه يتكون من 3 بارتس. تعالى نشوف البارتس بتاعته والسكشن موجود فيه ازاي. ادي فادي هنا عندي البينس ليه روت، والروت ده ليه بنايل بارت اللي هو البينس، وبيطلع او يعمل هيد اللي احنا بنسميها جلاندز مش جلاند، هيد الخارجي. هنا كل المسج ده موجود في النص هنا مين لليوريثرا ماشي. يبقى هنا بلاقي في البينس بلاقي فيه روت، بلاقي فيه اللي هو الجزء الطويل بسميه شافت، ودي جلاندز الجزء الخارجي اللي هي جلاندز اللي هو الجزء الخارجي اللي هو بيفتح على بره. هاخد تي اس في المنطقه دي فهلاقي من بره في السكين ده موجود، السكين لاين الابيسيليم بتاعه نوع السكن ثين سكن نو هير نو سويت نو سبيشس جلاند. فبنلاقي هنا السيمبل ابيسيليم وبارشلي كيراتينايز اللي هو السكن. طب اخش بقى جوه هلاقي كونكتيف تيشو كبسول، اعمل لي الشكل ده كده كبسول من الكونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبر اعمل لي دايرتين كده ودايره ثالثه جايه تحت كده كونكتيف تيشو سيلز كونكتيف تيشو فايبر. كل ده السكين عندنا ده كبسول من الكونكتيف تيشو سيلز اند فايبرز.
هنا بقى جوه الكبسول في المنطقه اللي فوق دول، قال لك دول هسميها كوربورا او كورباس كافيرنوزا. كوربورا كافيرنوزا هما اتنين جمع، فكل واحده بسميها كورباس كافيرنس، يبقى هي الاثنين مع بعض نقول كوربورا كافيرنوزا. الاثنين دول هما دايرتين، تتكون الدايرتين ديت من حاجة بنسميها ايه؟ فاسكولار سبيسز. بلاقي فيها ايه؟ فاسكولار سبيسز. بلاقي هنا ارتري كبير كده، هنا في دورسال ارتري، هنا ارتري وهنا ارتري، وحواليهم الاقي سبيسز من بلاد بسميها فاسكولار سبيسز. لو اخدت الفاسكولار سبيسز ده وكبرته كده، ده الفاسكولار سبيس. ايه اللايننج بتاع البلاد فيزيتس؟ انا عارف انه سيمبل سكويماس ابيسيليا، فبلاقي سيمبل سكويماس ابيسيليا اهو، بسيط خالص. سيمبل سكويماس ابيسيليا. يبقى الفاسكولار سبيس باللايننج بتاع الاندوسيليا. طيب الكبسول ديت سموها تيونيكا البوجين عشان كلها كولاجين فايبرز. طب تعالى بقى ليه دي كانت بنسميها كوربورا كافيرنوزا. طيب اللي تحت دي اسمها كورباس سبونجيوزا، فيها ايه؟ فيها اليوريثرا اهي، دي اللي هي دي، ادي اليوريثرا اهي، يبقى فيها ايه؟ بنايل يوريثرا. اللايننج ابيسيليم بتاع البنايل يوريثرا، نرجع هناك للذاكره اللي هو ايه؟ كان انا خارج بالسودا استراتيفايد كولامينر، ده هيبقى استراتيفايد كولامينر، ده اللي هو البنايل يوريثرا. طيب هنا برضو هتلاقي حواليها فجوات كده اللي بنسميها فاسكولار سبيس. ايه فائده الفاسكولار سبيس ده؟ اثناء السكشوال استيميوليشن اللي هو عشان يحصل الاريكشن، في فالباراسمباثيك بيزيد الاكتيفيتي بتاعته، فبيعمل فازو دايليتيشن للفاسكولار ارتري، ويعمل فازو دايليتيشن للارتريز اللي موجوده هنا، ويعمل انجاجمنت يدفع الدم في الفاسكولار سبيسز. فلما يدفع الدم في الفاسكولار سبيسز يحصل الاريكشن او التمدد بتاع البينس، يبقى بيزود اللينس والريجيديتي بتاعه البيت. هعمل العكس سمباثيك، يعمل فازو كونستريكشن تمام، ويقلل اللينس والريجيديتي بتاعه الايه؟ البينس. يبقى هنا ده اللي هي السكشن في البينس، وعرفنا انها فاسكولار سبيسز وفيها الارتريز وفيها اثنين كوربورا بسميها كورباس كافيرنوزا وكورباس سبونجيوزا. طب الجلانز ديت بنلاقيها متغطيه بقطعه من الجلد، بنلاقيها جايه كده قطعه من الجلد. قطعه الجلد ديت او السكين ده الزياده ده بسميه سكين فولد او بريبوس. البريبوس ديت بتعمل كفرنج للجلانز لحد ما يحصل البروتكشن ليها، لكن مشكلتها انها مع اليورينيشن بيتجمع اليورين في الكافيتي وتبقى كارسينوجينيك. فعشان كده من التقاليد الجميله للدين الاسلامي والدين المسيحي بنلاقي اللي هي السيركم سيجن او الايه الطهاره. ايه الطهاره؟ احنا بنقطع الجلد ده بنشيله او الزايده دي بشيلها علشان يحافظ على عدم تجمع اليورين او عدم الانفكشن تحدث، فبمنع الكارسينوجينيك افكت. يبقى ده كان اخر حاجه في الميل جينيتال سيستم، اتكلمنا فيه على الجلاندز، اتكلمنا فيه على البينس. ثانك يو فيري ماتش، مع تمنياتي بالتوفيق. ما تنساش شير لزملائك، قول حاول على قد ما تستطيع تعمل نشر اذا كنت بتستفاد حقيقي علشان غيرك يستفاد، وشكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش.